بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد بمحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. ولا ليال درس جينا دينك وعن خصو قادنا أوصاف الإيمان الكامل إيمانك كامل كأه سفوينك وإسكالي هاي أيان سوق هذا هنا وهوي إيمانك وإسلام ماذا كحجة أو إيمانك هو إسكالي أركان سيد حديث كصحيح كصار وطيو نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كده راي جبريل سؤاله ويدينا أو إيمانك مركز ويدي أو نبو الله أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حديث كاس أيا مركا سوى حوية إيمان كاللوغة هاد لي أركانتي سأو لحداء مركا هاد إيمان كا وحال الربا قفك مؤمن كاهو إيمان كاملة إنو لي مادو إيمان كوحيابا نقصان قليا جرتا سيدة صحيحة أو علماء أهل السنة والجماعة يقبان الإيمان يزيد وينقص بينهن إيمان كوى زيادة وانا نقصانا وحوية إيمان كوى زيادة يا لقيسك إلهي سبحانه وتعالى مواعدة كإيمان يسير رسول كيسة أيو كوى زيادة يا إيه تقوى هذه وحاس لقدتغاني إيمان كوى نقصانا يا قرآن كأيان عدينا يو إلهي سبحانه وتعالى إيمانك إنه زيادة إلهي قرآن كشاقي آيادة هدى إنه كيف تتاحني وإلهي قلها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب مول إلهي مؤمنين تا إيمان كوضو كامل كي يوحى وي كوى مركي إلهي أكتيسة وعيد كي سلغوشا وجلت قلوبهم قلوب توضع بقيس وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا آيات كي إلهي مركي الواخرين إيمان كوضا زيادة مرك هذا إيمانك إنه زيادة أيه أو زيادة لد كذا النقصان أي تاي آيدها سا إلهي سبحانه وتعالى وكو عديه بالنص الكتاب والسنة أنت سال ود عدي مرك هذا أنا قن هذا آيدها س أنا نسي آدين سمارة تيا أنا وصو اختصار إنه وها ويا وها مرك هسي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونوع إشارة أيه إيمانك كامل كأه أيان سوق هذا نينا مدة كلامتود آيادها أسمرك إلى سي آخريو وها مركز إيمان إس آخر كودة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إلى إلهي أكتيس سبحانه وتعالى إلى أرت ضد مؤمنين كامل إيهين أو حق إيهين درجات إلهي أكتيس يكل إيهين رزق كريم يكل أو جنة الولجيد لكن arintaas waxay ka dhalatay markii laga helay iimaan kaamil oo saxiix laga helay ayay darajadaas gaareen. Haddaad quraanka akhriso oo markaasii suuratul mu'minun qad aflahal mu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un walladheena hum 'anil lagwi mu'ridun ila akhir alayat inta laga gaaray ulaa'ika humul waarisun alladheena yarisuna al-firdawsa hum fiha khalid ilaahi u dhihi doono. Waa way iimaan kaamil ayaa laga helay markaasay darajada iskaareen darajada iyo maqaamaadka Ilaahay agtiisa waxa looga gaarayo iimaanka kaamilka weeye iimaanka markaas in nuqsaanta laga ilaaliyo oo waxyaabaha iimaanka markaas ee gaabinaya ama maaratay naaqis ka dhigaaya ilaa iska ilaashaa loo baahan yahay oo aayadaha quraanka la akhriyo markii la akhriyana darajada markaas Ilaahay bacdigooda uu sheegayo wixii sifaad ah oo la soo sheegay in la soo tirsado نفت لجر هذه إن أرنتها سلوسيفو مرك هذا إلى رسول كان عليه السلام حديث صحيح هو لجوريه
او حديث الشيخين نسائي حتى اوريي حديثك وحال قوري صحابي ليرا انس بن مالك رضي الله عنه ايا نبي وكوري نبي انه دحاي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ورسول وعود رسول كان عليه الصلاه والسلام احد كينا ايمان كيسو كامل ماهن هذا حديث كظاهر كيسة لا يؤمن احدكم احد كين مره ما يسنى ايوه رسول هذا مره ما يسنى الدين ليرادو وها مركا ظاهر كوشيغا هذه يقفك الصفات كان لقوا انه هو ايمان لهم لكن سيدا هذا ما يلبض ان احاديث مركي اللي سوقي اي الوعد دين ايوه وها ماشي لو انفنا وها وي لا يقمل ايمان شخص وي شخص ايمان كيسو كامل نقول مايو الى مركاسي إلهي يا رسول كيسة وحرالي قرية أو كلا إيمان آيو أو مركز الدنيا إلهي يا رسول كيسة مارتيا أو كجعلان آيو أهل كيسة يا أولادي سيادتك لما أنتو أو كجعلان آيو مركا وحوي إلهي وحول رسول كانوا لا يؤمنوا مره ما يسنى أحدكم متكين حتى أكون أنت أنك أهانا أنيق النبي محمد أحب إليه حقي سميد له جعيل بدي من والده والد كيس ووالد كيس أو أنا خير خلق الله وجعلنا يا وولده أولاديس يا والناس ضدك أجمعين رمون بل أوفر سادة محبة رسولك عليه الصلاة والسلام مقام كضدك يجارسيه هذه هذا محبة سلوايني وهو يقفك إيمان كيس يام بوح جرعان هي sababtoo ah iimaanka waxa uu ku jiro oo iimaan kaamil ah lagu helayo waa in rasuulka kaleey salaam salaam wax walba wixii ilaahay ka soo hara laga jeclaado waa in aad nabiga ka jeclaato waalidkaaga aad ka jeclaato awlaadada aad ka jeclaato ahladaada aad ka jeclaato bani aadamka dhamaantis aad ka jeclaato xataa anbiyaad iyo rusul iyo malaa'ikta ku dar waa in aad ka jeclaato hadaan taas la helin maxaba ma jirto markaas oo markaas ictibaar leh iimaan oo kaamil ah ma jiro weey marka maxabadi iyo iimaanki oo kala laazimaaya waxay isugu iimaanayaan rasuulka kaleey salaam jaceylkiisa isugu iimaanaya maayil hadiiska nabi wuxuu leeyahay ahadkiin maru maysna hatta akuna ahabba ilayhi inta oo iga jeclaanayo oo maaratay aniga jaceyl badnaanayo min waalidihi waalidkiisa dhalay iyo waalidihi awlaadiisa oo dhalay iyo wanaasi dadka ajmaciina dhamaan marka bal u fiirso arintaas arin yaab la weeyey rasuulka kaleey salaatu wasalaam waa asaas in loo jeclaadaa weeyey maxabada hadda marka meeshan waxaa laga wadaa haydheen culimadu laasimkeeda laga wadaa oo ah waxa weeye imtithaalu amri almahbub midka la jecel yahay amarkiisa in la fartoomo nabiga waa jecelahay mana raacsani oo manhajkiisa iyo dariiqadiisi waa ka leexday taas waxba kama jiraan حديث كمركز ماهن النبي عليه الصلاة والسلام قلبك وحوي محبة الجنان ماهن وحوي جرك محبة إيه شفقة ما سيد أولاد إيه محبة العشق سيد قف عاشق هون ناق جعل إيه وحا صو كلمة وحيا باس بحايا لما حبة سوحي كوي بكوم يمادان اختيار كوم يمادان شيء قف كقهر وحو دعوي لكن النبي عليه الصلاة والسلام محبة على جعلان إيه وحوي وحال قوضا إن نبغى هدي لجعل هي وإن أمر كيس لقاته معايا الإنسان قفك جعل هذا علم ذو حيدهن فإن من أحب إنسانا سارع في هواه قفك إنسان جعل هذا وهو أدق دقا جعل كيس أو قفك أدمارة يا أدجع شيء هو ذي سأدق دقيسة وهو جعل الله جعل هيسة بركة رسولك عليه الصلاة والسلام مركة جعل شيء وحي النبغ وجعل هو إن الله جعلاته رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي اللي هي سو جعلي كتاب كاس إلهي لا صوت دري إنه كعمل فلو أيو جعلي هاي وحي حمان هو رنو صفح إنه كله هذا جعلي هاي وضد النبي عليه الصلاة والسلام هو قاضي مركات قاضي سو أيام محبة النبي مركا صح صح له كلا لكن قفوا حوي منهج كي رسولك كله هذا إن جعل نبياء هاي نهاية كاسو حوي بينو شيء جيه تاسنا ما عن مركا سيدتك إنه وقل دمه حديث كاس وحاوري بخاري مسلم نسائي نووي هذه مركلة انتوت حديث انا سوري اينو سوق هذا وحاول رسول كانوا
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهي أبها إيمانك كاملة رسولك هؤلاء أحد كين مرهو ما يسنى وكي كلمة عن هيسيو إيمان كيسو كامل ماها حتى يحب لأخيه ولا الكيس انت وكلا جعلان أيو ما يحب لنفسه وهو نفسي سلجعله بني آدم كوحي أبها كوبا ضنو لباتذا كوكينا وحا كاملة وحالي إلى هذا حسد يا حقدك قفك انت وقف ولا الكيس حسد أيو oo waxa weeye markii oo wax ilaahay nicma uu siiyo wadnaha lagu dhufanayo beerka uu ka kala qarirayo waxa weeye iimaan ma laha qofkaas waa la rabaa waxaad adigu naftaada la jeceshaho khayra walaalka inaad la jeclaato saasaa loo baahan yahay iimaanka shakhsi uu kaamil ma aha weeye tan iduna ilaa dadka muslimiinta uu kala jeclaanayo wuxuu naftiisa la jecel yahay naftaada basalan ba caafimaadaad la jeceshay tanaadnimaad la jeceshay توفيقات الله جعشاي أولاد بعض الله جعشاي أزواج أياد الله جعشاي وحكا سيو كفر أحضار الله جعشاي وإن عددك مسلمين تايقنا وحصل الله جعلات هذه كالانتود أو قف مسلم مركات أركتو أو إلهي النعمي وضنها الوغول فناي أو مركز ساسا إيمان ماشا اسمي يالو وحا مركز إلهي أكتيس الدرجة اللي وقال أنا وحوي إيمان كامل كاوي سيدا هذا إلهي قرآن كنصوصي سوكو عدي iya sida nabiga uu cadeeyay hada hadaa dadka muslimiinta oo walaalaha ah hata culimada qaar u xiraadeen akhiidan hata waxa weeye muslimka kaliya ma aheene bani aadamka kale hata gaalada gaalka wax lala jeclaa maxay yihiin gaalka waxa lala jeclaanaya inuu soo islaamo oo markaas akhaaka fil islaam uu noqdo walaalka islaamnimada ku la jira laakiin aad gaalnimadiisa ku jeclaato ma gaalka waxa aad ka jeclaa karto waxa weeye inaad u jecla jeclaato inuu soo islaamo oo markaas islaamka soo xoojiyo oo garabkaaga biri uu noqdo inaad saas ula jeclaataa loo baahan yahay laakiin inaad asagoo macaasidiisa iyo kufrigiisa ku jira haddaad jeclaato meeshaas wax iimaanaba ma yaalinba xadiiska marka xadiis saxiix waaye umahaadka waxa weeye ilaa abaa daawud mooyaan inta kale waa i wariyey waxaa kaloonu soo qaadanaynaa xadiis isla anas laga wariyey oon rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey nabigu wuxuu dhahay salaasun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaani uu dhahay nabigu saddex khasladood amba saddex arrimood qofkii laga helo iimaanka macaantiisa uu helay u dhahay rasuulka waa qof waxa weeye daaqa ducma aliimaani alkaamila laga wadaa axaadiis haddaanu ka waramayno iimaanka kaamilka ahaa laga hadlow haya saddexdan arrimood qofkii laga helo إيمان كامل أيو دميي أو هايستاهو رسولك عليه الصلاة والسلام وانا صدة وأورى رسولك عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مدى أقوه رئيسا وحوي إلهي إيه رسول كيسا وإنا وكجع على ذوحي كالصهرة أو إلهي إيه رسول كيسا إلا وجع على ذو أو وحي أيه كالصهرة وكجع على ذو وحكست إلهي رسول كيسا وإنا كجع على ذو هذا أرنتو ساس أين ماشى إيمان ما يالو وها وي وحي إلهي رسول كيسا رالي قلنا آيات دورا نيسا أو دوحكا سات كدورا نيسا مركا وحاولا رسولكو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا إلهي رسول كيسا دان لجعلين أيام بها دوح لقارا يسجر أدوية آخر حبالا قاري مال مدى الله بعد وحاوي وأن يحب المرأة لا يحبه لله تعالى قفك إنه جعل هذا مسلم كأه أوصن أجعلان إلا على دراد اسمه وأن يحب المرأة روح وإنه جعل هذا لا يحبه أسوأ أجعلان إلا لله تعالى إله دراد اسمه قفك مسلم كأه وعلى الربا جعلك أجعش در إلهي إني كأهات وهو مسلم كمحبة أجعش ولله تعالى ما هي لا أدون إلهي ويقف كانوا إنه أساس هي إن أدوج على تالا غربا هذا مال أدوج على تو سياسة أدوج على تو عصبية أدوج على تو وحاس وحوي وح وح إيمان ما هن تاس إيمان ما هن قرابة إن لا جعل هذا ولا ربا لكن وحال ربا قرابة ضد أمارة يا شرع هذا إسلام ككولا ولا الأكولا رغم إنه يهين لكن أدي دين تأكل تجان وحبنا أذيع مركز يسنك مغلين إلى هرت إسك حريري سوى حدبا ماله وحق قعنت إيه ساس لكن وحوي قف إلى هي رسول كيس بيني أما الروميني إلا حريشة إيمان كوكا مدما
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أطول إلى عيادة سيقل مين وحتى لقوقا حتى آباء هذا هذا قف إلهي رسول كيسا خلافة لا جعلان ماي مركا قفك مركا جعلان يسو وعلى ربا در الله إنا دو جعلاته در الله مركي اللي سجعي لها جعل كاسوا سعونيا لكن هذا دنيا وحي أبضتي دناء لا يسجعل هذا أو مركا دناء الدنيا هذه لا يسجعل هذا در الله إيسان هيني إلهي رسول كيسا دان لا يسجعل هذا جعل كاسوا سعونيا وعلى ربا إيسان مالي والبا dadkii wada socday oo is gooyay oo is caayay oo is xamanay oo is dilay arkaysa macnaha markii hore ayaa waxa weeye aasaas aan loo sameeynin maxabadooda maxabada waxa la rabaa aasaaskeedu lillaahi subhanahu wa ta'ala wa rasuulihi inuu ahaado dadka ilaahay daraad ilaahay rasuulkiisa daraad isu jeclaada iimaanku ma kala go'aan xiriirkooda laakiin hadda tiraayo dad waxaan maaratay xoolaan isku jeclaysiya وحسن كجعلها ولا حو إيه يلا بري مركا وحان صعن ما المركز بري ولا وين يا بري مرك إلا وين قف كاس قاعد كم يجلس ولي بكاسة كوع على بدر معايا لو هؤلاء سفيان الثوري تابعي جليل كهاي وهؤلاء أصل كل عداوة الإحسان إلى اللي آمر عداوة لأن أصل كذا ماشي وكيم هذا إن الإحسان أسمي صدق قنوي تذكر دقن تقفك وأسمي أي مارة تيجو حيين ويجو عراد بدينه مركا وحانا يلاية هذا واحد ويا إيمان كودي بانجر إيمان لعن باهيسة مركا سا إيمان كود وهو هاي كلية أنت سيرت هاي واحد كعون عيا وواحد الدنيا سيس عن مايان إيه هدي إلهي هدي الله يسجعلنا عيو جعل كاس أساس كهلو توسيو لله ورسوله على قدره هدي الله ربنا الله يسجعله هدي لكن دنا الدنيا أيتهاي الدنيا أنت لا سكوه سكلي هلا جعلنا يا سياسة هديتاي وحاس هديتاي وأنت كلي هو شاس لا يسوونه مركب محبة ما أنت أس محبة لما يجري هذا معايا الرسول قعود عليه السلام وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى مدة سد هذا هو رسولك وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار وهو رسول كان عليه السلام وأنا وكهذا inow gaalnimo ku noqdo gaalnimo inow ku noqdo masal baa waxa weey gaalnimada markii hore uu ka soo baxay oo islaamay waa gooni iyo hadoo waligiisba muslim ahaa inow gaalnimo oo markaas gaal noqdo isku mid waaye waa inow ka hadaa an yaa'uuda fil kufr gaalnimo inow ku noqdo oo gaalnimo uu gaal uu ahaado yasiira kaafiran weey kama yakrahu sidoo u kahanaayo oo naceb yahay أي يغذف في النار نار إن غطوره سيدا أو مارة أوك هنا أيو دب نار إن لحد اللي وجهه ريدو وأنا وقال لمدة أوك هذا قال لمدة سأسأله بعيا لا قال لمدة نار تأيدا كو جيز قف قد قال هاي وها إلهي سبحانه وتعالى وعدي جي وعيد كالله وياي إنه نار وجلاي مرك هذا قال لمدة سيدا الله كهنا أيو وأن الله كذا سيد قف مركزي بهل نار الغطور أيوك على سئو كانيس اللي بهش هس نار تواكو هلا كسمي سواكو لمنيسا هدي قال لما مركزي وحوي أذن كهنة قيام أي مركز عذاب يدبات يدخل عيسى وحوي مركز إيمان كامل كا سد حداس خصل ضد قف كهلا أي إيمان كمعنتي سلوره هذا قف والبوا فهم أيهو هذا مركز رأي كعيل نكعيل زما وربته إلى رسول كيس وأنا أذكى سكج على تا قفك مسلم كاوينا جعلاتا در الله أذو جعلاتا وح كلام أذو جعلاني قال لماذا وينا تكهتا إن قال لما أتكل عبتو سيد أذو كهانا يسو نار إلو قوطورة حديث كان سيد لبت الكيس وحوي أمهاتك إلى أبو داود ما أنت كوائي ورسي مركا هدا سيد أس أيا مركا حتى عددك وينا سنو الله جعلاتو إيمانك كامل كأيي كمتهي معايا لحديث إسلام سوريا وهو رسول كان عليه السلام الإيمان حب الأنصار وهذا رسولكم ما هي آية الإيمان وهذا نبو حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وهذا نبو وهذا رسولك عليه السلام إيمانك على مديس وحوي أنصار لا جعلاده أنصار رسول الله إلا جعلاده تدك النبي عليه السلام مدينة وتغيو نبو كسود وي جعل كوضو حوكو تصنايا إيمان أو كتصنايا
قفك جعل وهاوي وحال ديك وقف مؤمن وي وإلا جعل ذاوي قفك مركز أنصار عروذني وهاوي قف مارتيا أسونا وهاوي منافقه نغنيا ومركزي جعل كوضو إيمان كامل أيال هيليا عردو ذا لو عروذ أمبالا نعض أمبالا كهانه وهي كينيسا مركز منافق نمي كينيسا منافقين تنوى طولا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إله تدك منافقين تا نار تدبق أوه هوسة يعيال وردايا أيها إيا مركز فرعون يقال كي سبا مركز وعوية أمورها صورا وحي كمدهين إيمانك كامل كأي كمدهين مركز وعنو كد ذالان سلا إيمان كانوا أو كامل كو أهادو أو آنو إسكا إلالنا إيمانك سلا مركز نقصان تأو كينيسا وحيابها سأيا مركز سالر هبا إن لا إسكا إلاليو مركز هذا وحوية درسيجيني كورماي أوصاف الإيمان الكامل أصغنا أنت أسونه أجهي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحمد خطر المحامد يعظمه بمحمد بمحمد.